نجد تحية أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أول فقرة حوارية النهاردة من نهار جديد بتحمل عنوان زراعة وإنتاج التين الشوكي الثمار اللذيذة من أرض الإبداع. الحقيقة مما لا شك فيه التين الشوكي من الفواكه الجميلة اللي موجودة في هذه الأوقات من فصل الصيف واللي بيحرص طبعا كثير من المصريين بل البني آدمين في جميع أنحاء العالم على تناول هذه الثمار. التين الشوكي ممكن نعزز القيمة المضافة منه لو خلناه في العملية التصنيعية نظرا طبعا لكثرة الأمور المتعلقة بالتصنيع واستخداماته المختلفة بجانب طبعا الشق المتعلق بالغذاء أو تناوله كثمار. عشان كده تفاصيل في غاية الأهمية إن شاء الله هنناقشها مع ضيفنا العزيز الدكتور خالد العجمي رئيس بحوث بقسم بحوث الفاكهة الاستوائية مع بحوث البساتين. برحب بك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. خلينا في البداية كده نتكلم عن أهمية زراعة التين الشوكي في مصر والإنتاجية برضو بتاعته أخبارها إيه؟ هو التين الشوكي عموما من نباتات المناطق الجافة ونصف الجافة. نعم. بيصلح في الصحاري عموما، احتياجاته المائية قليلة جدا، احتياجاته السمادية كمان قليلة جدا، الخدمة بتاعته سهلة وبسيطة، عشان كده هو يعتبر من النباتات الصحراوية المهمة جدا اللي بيهتم بها حتى العالم كله. الفاو مهتم جدا بموضوع التين الشوكي لان التين الشوكي ممكن تقوم عليه حياه كامله، سواء تغذيه انسان او تغذيه حيوان او كمان توليد طاقه وخلافه. ما شاء الله. واحتياجاته من الميه قليله جدا وبياخد جزء منها كمان من الندى اللي بيبقى موجود في الصباح الباكر، فعشان كده هو يعتبر من النباتات الصحراويه المهمه جدا جدا جدا. صحيح. له فوائد اقتصادية كتيرة بقى، كل جزء في النبات ده بيستخدم سواء كان ألواح سواء كان ثمار، الثمار سواء كانت لب الثمار اللي هو اللي احنا بناكله أو البذرة اللي موجودة جواه أو القشرة اللي موجودة اللي بتنزع من عليه، حتى الأشواك اللي موجودة بتستخدم في صناعات زي أنواع غالية جدا من الصنفرة، بيلموا الأشواك دي وتستخدم في صناعات الصنفرة. الزهرة اللي بتقع منه ليها استخدامات طبية، بتتاخد منها بعض المواد الطبية وخلافه. سبحان الله. كل بقى جزء من أجزاء الثمرة تقدر تتكلم عليه في استخدامات كتيرة جدا. احنا هنا في مصر بنستخدمه استخدام واحد هو الأكل الطازج أو الاستهلاك الطازج، ان احنا بناكل الثمرة وهي طازجة. صحيح. لكن ما عندناش يعني ما عندناش ثقافة التصنيع أو لسه ما دخلتش. صحيح. بنحاول جاهدين إن احنا ندخل الحاجات دي لأن دي برضو في الأول وفي الآخر هي ثقافة شعوب. هو أنت النهاردة لما تقول إن الألواح الصغيرة من التين الشوكي بتتاكل، هل أنا النهاردة أقدر أنزلها في الأسواق يبقى عليها طلب؟ لا، لازم تنزل شوية بشوية. ولازم الحاجات التصنيع، المربات، العصاير، الألواح زي بيتعمل منه ألواح زي ألواح القمر الدين، كل الصناعات دي لازم يبقى يعني تخش بالراحة شوية بشوية. وبنحاول جاهدين إن احنا ندخل الحاجات دي. صحيح. لأن البذر بتاعه كمان بيدخل في صناعة الزيوت. عفوا، هو البذر بتاعه بيستخرج منه أغلى زيت في العالم. صحيح. زيت بذور التين الشوكي سعره بيتراوح من 1000 ل 1200 يورو. هو الزيت بيطلع اللتر الواحد بيطلع من يعني من حوالي طن يا رب من الثمار. ده بيطلع حوالي من 30 ل 50 كيلو على حسب نسبة الزيت اللي فيه، بيطلع حوالي لتر واحد من الزيت. الزيت ده بيستخدم في عمليات التجميل وبيستخدم في كل عمليات التجميل بقى، في كل منتجات التجميل. المغاربة والتوانسة ليهم باع كبير في الموضوع ده بالاشتراك مع شركات التجميل في أسبانيا وفرنسا. هو له حاجة، هو في حاجة واحدة بس هي اللي تعتبر يعني مش عائق، هي اللي تعتبر مطلوبة، إن هم لما بيطلبوا، إحنا عندنا زراعات مروية ومنتظمة، هم عندهم زراعات مطرية، فمبقاش عليها أي مواد كيماوية. هم بيطلبوا من اللي بيحاول يصدر زيت التين الشوكي، إن هو زيت بذور التين الشوكي، إن هو يكون أورجانيك. يعني هو طالب إن هو يبقى أورجانيك. فيما عدا هذا كل الأمور قابلة للعلاج، يعني مصر مؤهلة إنها
يبقى في تصدير بمجرد ان يبقى عندنا مزارع اورجانيك. واحنا اصلا ما عندناش يعني ما بنستخدمش فيه لا مبيدات ولا تسميد بكميات كبيره. طبيعي بيطلع طبيعي أورجاني. بالنسبه لنا يعني. الانتاجيه بتاعتنا في مصر اخبارها بنتيني شوك يا دكتور تحديدا؟ والله هو الانتاجيه بتتراوح الانتاج المتوسط العام حوالي 11 طن، الانتاجيه بتتراوح من 8 ل 15 وقد تصل لاكثر من كده في بعض الزراعات الكثيفه والمعتنى بها، لان برضو اللي بيقلل الموضوع ده ان زراعات التين الشوكي اغلبها مش معتنى بها، عشوائيه مش مدروسه او مخططه، لا يعني هي ابتدت يعني عشان يشغل الارض عشان مش عارف ايه، فابتدت يعني غير معتنى بها. دلوقتي ابتدى يبقى في زراعات منتظمه بتتزرع معتنى بها، صاحب الارض بيزرع التين شوكي مش عشان يثبت الزراعه، لا بيزرع التين شوكي عشان هو عاوز يزرع التين الشوكي. فعشان كده ابتدت الانتاجيه تبقى متوسطها زياده شويه. الاستخدام عنده في مصر زي ما حضرتك ذكرت فقط للاكل، ما بنصدرش مثلا كميات منه، يعني اللي بيزرعه ده عشان خاطر يبيعه في الاسواق او في المتاجر عشان يتاكل وخلاص، ولا مثلا في شق بيزرعه عشان خاطر يصدروه ويستفادوا؟ لا هو في تصدير قليل قليل قوي كمان من التين الشوكي، حاجات حاجات فرديه وهو التصدير يعني الاهتمام بيه لازم يبقى في حاجات، لازم يبقى في اصناف عالميه معروفه، لازم يبقى في طريقه جمع معينه، طريقه تخزين معينه، الاهتمام بعمليات التعبئه والتغليف. يعني هو ما ينفعش التين الشوكي بيتجمع هتلاقي في الاخر كده اللي هي المكان الالتصاق الثمره باللوح هتلاقيه مفتوح، ده ما ينفعش في التصدير لان ده على طول يسبب تلف الثمار. لازم تتاخد بحاجه اسمها كعب، تاخد بجزء من اللوح فتبقى دي مقفوله، لازم تتاخد في مرحله معينه ما تبقاش تمت النضج، تبقى مكتمله النمو، وصلت للماتيوريتي، وصلت لمرحله النضج لكن ما بقتش يعني كاملها كامل عشان ما تبقاش طريه عشان ما تبقاش طريه وعشان تستحمل كمان كام يوم اللي هم هيبقى فيهم تصدير والشيلف لايف بتاعه هناك او فتره العرض في الاسواق هناك، ودي حاجات كلها تحت الدراسه موجوده وتحت الدراسه. كويس جدا. كمان لازم يبقى فيه زي ما قلت سعادتك كده اصناف عالميه لان السوق العالمي برضو بيبقى طالب اصناف معينه. الاهتمام بعمليات التغليف والتعبيه سواء بقى ازاله اشواك سواء العبوات نفسها يبقى شكلها جذاب، حاجات من هذا القبيل. كمان حتى في الاصناف المصري لازم نهتم بعمليه الخف لان الثمار لما اللوح لما بيبقى عليه عدد كبير من الثمار او الشجره عموما لما بيبقى عليه عدد كبير من الثمار ده بيقلل حجم الثمره، وهو الثمار المطلوبه في السوق بيتراوح حجمها ما بين 125 ل 150 جرام، فدي ما بنقدرش نوصل ليها باكتر من 6 ثمار على اللوح، من 6 ل 8 ثمار على اللوح. كل دي حاجات احنا بنحاول نحطها قيد التنفيذ، يعني ان احنا تبقى دي موجوده في المزارع المصري. طيب الظروف المناسبه بقى لزراعه التين الشوكي، المناطق اول حاجه، الوقت اللي بيزرع فيه التين الشوكي، عمليات الخدمه ومراعاه للتين الشوكي عشان نحصل منه على افضل انتاجيه يا دكتور. هو التين الشوكي عموما بيصلح في كل مناطق الجمهوريه وهتلاقيه منتشر من اسوان لحد اسكندريه. في المناطق الصحراويه. ولا يشتع في الاراضي الزراعيه السمراء؟ هو حتى في الاراضي السمراء، يعني هو كان اكتر منطقه تركيز له هي مش منطقه سمراء، هي منطقه الخنكه والجبل الاصفر، هي منطقه قريبه من القاهره. المنطقة دي كانت أكتر منطقة تركيز للتين الشوكي في مصر، ومنطقة القطة كل دي كانت المناطق اللي فيها تركيز تين شوكي. مع عمليات الاستصلاح ابتدى يبقى التين الشوكي موجود في المنيا، في طريق المنيا الغربي، وده يعتبر في الوقت الحالي أكتر منطقة في مصر بتدخل دخل من التين الشوكي. عشان كده أغلب الناس اللي هناك بتحاول تزرع تين شوكي لأن الجو بالنسبة لهم بيطلع الثمار مبكرة، فبتمسك سعر أعلى من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الإسماعيلية وسينا. دول دي المنطقة دي بتبقى سعرها أعلى، فعشان كده هم ابتدوا يتجهوا، ناس كتيرة ابتدت تتجه لأنها تزرع التين الشوكي في منطقة غرب المنيا وفي الصعيد.
هو ناجح تقريبا زي ما بقول لحضرتك في كل مناطق الجمهوريه. السنه اللي فاتت كان عندنا مشكله في انخفاض درجات الحراره، لكن كان التين شيل جميل جدا. السنه دي برضو مع ارتفاع درجات الحراره هو بيتحمل سوء الاحوال الجويه عموما، سواء كان ارتفاع او انخفاض لدرجه الحراره. بالإضافة لأهم نقطة زي ما قلت لحضرتك إن هو استهلاكه المائي قليل جدا، تتراوح استهلاك المائي بتاعه من 1000 ل 1500 على حسب الجو وطبيعة التربة. لما بزرع في تربة رملية بيبقى الاستهلاك زيادة شوية، لما بزرع في تربة حمراء يبقى الاستهلاك أقل شوية، لما بيبقى في سنة فيها الجو حار بيبقى الاستهلاك زيادة شوية وهكذا. فاستهلاكه المائي قليل جدا. العناية بيه حاجة بسيطة وسهلة، عشان كده هو بقى في توسع كبير، عشان كده احنا بنحاول نلاحق هذا التوسع بان يبقى في صناعات تخدم على الكميات اللي هيتم انتاجها في السنوات القادمه ان شاء الله. القادمه ان شاء الله. طيب عمليات الحصاد، التوقيت المناسب للحصاد، اهم الخدمه اللي احنا ممكن نعملها في وقت حصاد التين الشوكي يا دكتور. خلينا اللي وقت الحصاد ولا خدمه التين الشوكي عموما؟ خدمه التين الشوكي في الاول وبعد كده وقت الحصاد، بحيث انها تحافظ برضو على الشجره بتاعتنا عشان الانتاجيه بتاعت الموسم اللي بعد. هو بالنسبه للري والتسميد زي ما قلت لحضرتك، هو مثلا في المناطق اللي بتروى بالغمر هما بيرووا من 2 لـ3 مرات بحد اقصى 4 مرات. بيروي مرة في نهاية شهر 2 وبداية شهر 3، ودي بيحط فيها 4 مرات في الموسم كله؟ في الموسم كله. ما شاء الله تبارك الله. هو بيروي الراية الأولانية ودي بيحط فيها تقريبا، أو يعني كان المتعارف عليهم، ابتدوا دلوقتي الأمور تتغير شوية بالثقافات الزراعية، لكن هو كان بيحط الكيماوي كله، والكيماوي كان بيبقى في حدود من 5 لـ7 شكاير نطرات في بداية الموسم، وعلى كده ما بياخدش أي تسميد تاني. ممكن كل 3 أو 4 سنين. هي المنطقة الخنكة والجبل الأصفر كانت بتروي بمياه مخلوطة، فبيبقى يعني مياه مخلوطة، مياه صرف صحي مخلوطة، فما كانش بيبقى محتاج لعمليات إضافة سماد بلدي. في الأراضي الجديدة بقى لو بيروي بالتنقيط بيروي مرتين في الأسبوع، المرة بتتراوح يعني كميتها من 16 لـ20 لتر للنبات الواحد. الفدان فيه حوالي 350 نبات. في راي الرش بيتروي مرة كل أسبوعين لمدة ساعة أو ساعتين برضو على حسب طبيعة التربة. ممكن نقلل الفترة دي شوية لو الأرض رملية وما بتحتفظش بالمية بالنسبة للري بالرش. بنروي في الري بالتنقيط والري بالرش من بداية 3 لحد نهاية 9، وفي آخر 10 بنروي راية زيادة شوية، وبعد كده بنصوم ونلاحظ نلاحظ النباتات هل هي ظهرت عليها اثار عطش ولا لا. لو ظهرت عليها اثار عطش بنروي رايه سريعه، لكن لو ما ظهرش عليها او كانت كميه المطر كافيه فما بنرويش تقريبا من نص 10 او اخر 10 لحد اخر 2 او نص 2. تمام. بالنسبه للعزيق، العزيق يعني ما بيبقاش هو الفلاح بيقول لك هو التين الشوكي بياكل النباتات الغريبه او بياكل الحشائش عموما، لان هو طبقه جذوره، طبقه سطحيه بتنتشر في ال 30 سنتي الاولانيين حوالي 80% من الجذور. في ال 5 سنتي الاولانيين بتطلع جذور اسمها جذور المطر، دي بتمتص المطر اللي بينزل أو بتمتص الندى. كثافة الجذور دي وشبكة الجذور السطحية دي بتقضي تقريبا على الحشائش، وبتخلي إن العزيق اللي إحنا محتاجينه مش عزيق، عاوزين خربشة بس بحيث إن إحنا لو في حاجة تزال، لأنك لو عزقت هتقطع الجذور. كمان الجذور السطحية دي اللي بالنسبة لنا إحنا هنا في مصر كانت، أو بالنسبة للعالم يعني، وهنا في مصر كان استخدامها تثبيت الكثبان الرملية، طبقة الجذور السطحية المنتشرة الشبكية دي بتعمل على تثبيت الكثبان الرملية. دي كانت ظاهرة قوي إن التين الشوكي كان موجودة على كل السكك الحديدية اللي موجودة في مصر، ده تراب منقول يعتبر كثبان رملية، فكان بيتزرع عليه الغاب والتين الشوكي عشان تحفظ تمسك التراب ده ما يحصلوش انهيارات وحاجات من هذا القبيل. كويس جدا. ده بالنسبه للعزيق والتسميد والري. بالنسبه للحصاد بقى، الحصاد عامه لما بتوصل عندنا علامات بيبدا من شهر كام اصلا؟
هنا في مصر بيبتدي من تقريبا السنتين ثلاثة اللي فاتوا، ابتدى بدري شوية في شهر 6، لأن زي ما قلت لحضرتك إن المنيا ابتدت تزرع، فزراعة في المنيا بتطلع بدري شوية، فابتدي من حوالي 10/6 ومعاك لحد نص 9 تقريبا 15/9. كويس. علامات النضج بقى؟ علامات النضج أهم علامة من علامات النضج هي التلوين طبعا، كمان سمك الثمرة. لو انت شفت الثمرة وهي خارجة هتلاقيها ثمرة أنبوبية طويلة، وبعدين بتفتح منها زهرة، بيحصل التلقيح وتقع الزهرة دي، وبعدين تبتدي الثمرة تخش في مراحل النمو. مراحل النمو تقريبا 11 أسبوع على حسب الدراسة اللي عملناها، حوالي 11 أسبوع. في خلال الأسابيع دي بيبتدي يزيد قطر الثمرة من النص. ده أحد العلامات المميزة جدا لنضج الثمار. كمان تغير اللون، درجة الطراوة بتاعت الثمرة. وزي ما قلت لحضرتك، هو احنا عادة بنجمعه بانه بيتمسك الكوز، بيتجمع اولا بدري جدا قبل على الندى زي ما بيقولوا، من صلاة الفجر لحد تقريبا طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس بنص ساعة، وله طريقة جمع على حسب مناطق التركيز. يعني بيجمعوه بالعداية، العامل بيجمع وبتحسب بالعداية، ما بتحسبش لا باليومية ولا بالساعة، هو جمع قد ايه خلال الفترة دي. العمال بيلبسوا زي جلاليب كده، زي حاجات حماية من شكاير الكيماوي، بلاستيك كده، وبيلبسوا في ايديهم حاجات زي الداخلي بتاع العربيات اللي هو وبيبتدي يجمع عشان الشوك بيبقى في الفترة دي حنين جدا، فيبتدي يجمع ويشيل. هو بيلف الثمرة، فبيبقى زي ما حضرتك هتلاقي في كل الأسواق الثمرة التين الشوكي من تحت مجروحة، هي لما بيلفها كده ما بتطلعش بالجزء اللي انا قلت عليه من الساق ده عشان ما يساعدش. فلما بيجي بقى لما بيجي يبقى فيه تصدير، بنجمعها بجزء من اللوح ده، بيسموه كعب، بحيث ان دي تبقى مقفوله. بعد كده المفروض بقى ان هو يخش في عمليات، واحنا بقى عندنا دلوقتي مكن ازاله الاشواك موجود في الصحراوي، يخش على عمليات ازاله الاشواك والتعبئه في عبوات، سواء بقى كانت بلاستيك او عبوات عشوش زي التفاح والكمثرى، او عبوات يبقى فيها الورق المتقطع، يعني حاجات من عبوات من هذا القبيل، وبيبرد ويتصدر في الخارج. أهم دولة تعتبر في تصدير التين الشوكي وفي صناعات التين الشوكي كلها هي تعتبر المكسيك. المكسيك التين الشوكي موجود في العالم، يعني احنا عندنا النسر، هم من ضمن الحاجات اللي موجودة في العالم التين الشوكي، هم بيستخدموه بكثافة جدا، ويعتبر المحصول الرئيسي بالنسبة لهم، وثقافة شعوبهم بتستخدم التين الشوكي في كل حاجة، سواء ألواح، سواء ثمار، سواء تغذية حيوان، سواء تغذية إنسان، وهكذا. طيب القيمة الغذائية بقى في التين الشوكي يا دكتور؟ هو التين الشوكي السكريات اللي فيه بتتراوح تقريبا من 10 إلى 14%، أغلبها سكريات أحادية، عشان كده مرضى السكر بيبقى بالنسبة لهم استهلاك التين الشوكي قليل. كويس. السعرات الحرارية اللي موجودة فيه حوالي في الـ في الـ في الـ في الثمرة حوالي من 50 لـ70 سعر حراري. في كمية بكتين كتيرة، كمية البكتين دي بتقلل الكوليسترول الضار. البذور اللي موجودة فيه بتعمل زي خشونة في المعدة. الأمريكان لقوا إن الألواح التين الشوكي التغذية عليها قللت السكر من الدرجة الثانية في خلال 12 ساعة. الألواح نسبة الألياف فيها عالية جدا، استهلاكها بيقلل الوزن وبيقلل السكر وبيقلل الكوليسترول الثلاثة. المكسيكيين عملوا من الألواح دهانات، سواء كانت للركبة أو للظهر، بتقلل الألم وتزيل الالتهابات.
استخداماته الطبية التانية له استخدامات طبية كتير بالنسبة للمكسيكيين، بيدخلوه كمان في صناعات جبن وعيش كمواد تضيف قيمة غذائية للحاجات دي. ما شاء الله. التين الشوكي كمان اللي موجود فيه بكثرة الأملاح، الأملاح موجودة بكثرة جدا، ودي أحد الحاجات اللي بتخلي من الحاجات الربانية اللي ربنا حطها في نباتات التين الشوكي عشان يقاوم الجفاف، هو ان المية اللي موجودة في الألواح سمك اللوح ده بيبقى فيه نسبة رطوبة عالية، نسبة الرطوبة دي ما بتفقدش بسهولة لحاجات كتير، أهم من ضمن أهم الحاجات اللي فيها إنها ماء مرتبط، يعني دايب فيه عناصر غذائية كتير، فمش من السهل إنك تفقده عن طريق النتح أو البخر أو خلافه. بالإضافة لحاجات تانية إن الصغور اللي على السطح السفلي أكتر من السطح العلوي، إن تقريبا النبات بيقفل صغوره طول النهار، إن طبقة الكيوتيكين اللي موجودة فيه دي من الحاجات العجيبة جدا، بتصل إلى من 20 ل 50 ضعف النباتات العادية. كويس. فعشان كده دي كلها حاجات بتقلل استهلاك المية، ودي زي ما قلت لحضرتك المينرالز اللي موجودة فيه كتيرة جدا، في فيتامين سي، في فيتامين بي 12، في منجنيز، بوتاسيوم، صحيح البوتاسيوم بكميات قليلة لكن موجود، كالسيوم موجود، الكالسيوم موجود بكميات كبيرة، كل دي عناصر غذائية موجودة في التين الشوكي بتساعد على ان هو يبقى حاجة مغذية ومفيدة، وقليل كمان زي ما قلت حضرتك السكر والكلام ده، فبتبقى يعني استهلاكه مش مضر بأي كمية. صحيح، هو جميل جدا الحياة دكتور، بس أسعاره بدأت تغلى شوية يعني في الأسواق، ده راجع ليه بقى دكتور؟ هو مش بتغلى، انت قيس غلو التين الشوكي على غلو النباتات التانية هتلاقيه ان هو اقل نسبة غلو، احنا بنحسبها ان احنا كنا بنجيب التين الشوكي من جنيه لجنيه ونص. صحيح، دلوقتي الحباية باربعة جنيه وبتلاتة جنيه. لا، هي باتنين جنيه ونص في المناطق العادية مش الشعبية. يعني من اتنين الاربعة بعشرة جنيه، يعني اراوند اتنين جنيه ونص. بص للزيادة حوالي مثلا 70%. بص بقى لزيادة الحاجات التانية، العنب. بص لزيادة المانجا. صحيح. بص لزيادة البطيخ. فواكه تانية. بص لزيادة الأمور التانية. زيادة طبيعية يعني. شايف يعني زيادة، لا زيادة تعتبر زيادة طبيعية. ده احنا خايفين من ان اسعاره تقل. التين الشوكي. ده يهدد طبعا زراعته، لان المزارع مش هيلاقي فيه جدوى. هو دلوقتي زراعه مربحه ولسه قدامه فتره ان هو يبقى زراعه مربحه، لكن لو زاد عن حد وقلت اسعاره هيبقى فلاح يحجم. ان شاء الله خير باذن الرحمن. ان شاء الله. ايه النصائح اللي ممكن نقدمها للمبتدئين في زراعه التين الشوكي من المزارعين؟ بص، هو عامه انشاء المزرعه او انك تعمل مزرعه تين شوكي ليها طريق، ليها حاجتين. أيوه. الحاجة الأولانية إن هو أنت ممكن يبقاش معاك فلوس أو تكلفة قليلة أو وطفر، فهم ودي كانت الطريقة اللي متبعة زمان زي ما قلت لحضرتك. فهي بيجيب الألواح ويغرسها ويعمل شبكة الري ويغرسها وخلاص على كده. صحيح. لكن اللي بقى بيعمل عشان، وطبعا دي بتفرق جدا عن إنك تزرع بالطريقة الصح. الطريقة الصح اللي أنت لازم تخطط كويس وتفكك الارض كويس وتغسلها، بعد كده تحط السباخ البلدي والكبريت والملح وزيه زي اي فاكهه، في سواء بقى كانت جور او خنادق، وبتعمل خطين ري بالتنقيط حوالين الشجره عشان يبقى توزيع الميه منتظم. التوزيع المياه المنتظم ده بيخلي فيه انتشار للجذور، بخلاف اللي بيحصل دلوقتي ان هو بيحط خط واحد فتبقى الجذور كلها مايلة على ناحية واحدة، حاجات من هذا القبيل. كمان التين الشوكي زي ما قلت لحضرتك احنا تقريبا ما بنرشوش، تقريبا ما بنرشش لأي صحيح هو بيجي عليه حشرات قشرية، بيجي عليه بعض الإصابات الفطرية، لكن في العادة الفلاحين هو بيزيل اللوح المصاب، ما بي ما بي
ما بيعالجش بالرش، لان زي ما قلت لك برضو ان طبقه الشمع اللي عليك عاليه جدا فبتمنع الامتصاص، لازم الامتصاص لازم القضاء يبقى بالملامسه. صحيح. فلذلك اهم حاجه لان احنا يعني تقاوي او الحاجات اللي بناخدها نتيجه للتقليم والجمع وكده، فلذلك من اهم الحاجات عند انشاء المزرعه ان انا اتاكد ان الالواح اللي انا واخدها دي الواح سليمه. سليمه ما فيهاش اي اصابات فطريه، ما فيهاش اي اصابات حشريه. وبعدين باخد الالواح دي وبنشرها في مكان مظلل هاوي لمده اسبوع او 10 ايام، لان لما بتكسر بيبقى فيه جرح، الجرح ده لو حطيته على طول في التربه مع الميه هيعمل فطريات وهيعفن، لكن لما بسيبه بيعمل طبق، زي القشره، زي قشره، زي البني ادم لما يبقى متعور ويربي قشره، هي برضو بتطلع قشره كده تجف وتنشف، فلما بنحطها بتبقى اكثر قدره على مقاومه الاعفان واعفان التربه والفطريات ومثل. ان شاء الله مزيد من التوفيق باذن الرحمن الفتره اللي جايه في التوسع في زراعه التين الشوكي، ونتمنى يا رب ان يكون عندنا تعزيز للتين الشوكي بقيمه مضافه ندخله بعد كده في التصنيع وخلافه ان شاء الله باذن الرحمن. بموجودات سيادتكم ان شاء الله باذن الرحمن. شكرا جدا دكتور نورتنا والله، وتحياتي لحضرتك على هذه المعلومات القيمه. الله يخليك، متشكر جدا. شكرا ليك استاذ الدكتور خالد العجمي رئيس بحوث بقسم بحوث الفاكهه الاستوائيه معهد بحوث البستين. نورتنا يا دكتور. الله يخليك يا فندم، متشكرين. لسه مكملين معاكم ان شاء الله مشاهدينا الكرام بعض الفاصل، فقره حواريه اخرى ان شاء الله من نهار جديد، خليكم معانا.